نكمل اخبارنا بقى بعد كده. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حرص على زياره الكابتن حمدي جمعه لاعب الاهلي السابق بمستشفى المعلمين للاطمئنان على حالته بعد الوعكه الصحيه التي تعرض لها خلال الساعات الماضيه. والتقى الكابتن محمود الخطيب خلال زيارته بقيادات المستشفى والطبيب المعالج وتاكد من توفير الرعايه والعلاج اللازم واعرب عن تمنيه بالشفاء العاجل للكابتن حمدي جمعه وان يتجاوز الازمه ويعود بمفور الصحه والعافيه الى اسرته. يمكن دي حاجه مش جديد على كابتن محمود الخطيب الحقيقه ولا النادي الاهلي، والاهتمام بكل ابناء النادي الاهلي، وبنتمنى كل الشفاء العاجل للكابتن حمدي جمعه، واحد من نجوم الزمن الجميل في النادي الاهلي طبعا، ودي الحاجه اللي احنا متعودين عليها من ولاد النادي ومن رئيس النادي الاهلي، ونتمنى الشفاء العاجل. والاهلي عمره ما بينسى اي حد من ولاده، عمره ما بينسى اي حد كان ليه دور في تاريخه، وده جزء من تاريخ النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب تحديدا حريص جدا على التواصل مع كل النجوم واسر النجوم وحتى نجوم الزمن الجميل اللي بقى لهم فتره غايبين عننا. الكابتن محمود الخطيب حريص جدا على التواصل معاهم بشكل مستمر الحقيقه يعني، وده دور يحسب للكابتن محمود الخطيب. وبالمناسبه دي كمان نتمنى الشفاء العاجل لاحد مشجعي النادي الاهلي أمح الدولي، نتمنى له مع واحد من ذوق الهمم طبعا، واحد من مشجعي النادي الاهلي دايما حضوره في الاستاد، الشفاء العاجل ل أمح الدولي يعني، وعكة صحية بيمر بيها نتمنى له فيها يعني نقوم منها بالسلامة على خير إن شاء الله.